السلام عليكم إبراهيم زقاغ من علمنيآب.com. كيف تقوم بحذف حساب اي كلاود على جهاز الايباد الخاص بك؟ فيكفي ان تقوم بالدخول للاعدادات ثم سنقر على الاسم هنا ستلاحظون حيث يوجد الابل اي دي، وستنزل للاسفل ثم سنقر على تسجيل الخروج. ستلاحظون هنا انه يظهر عدد الاجهزه التي تستخدم هذا الحساب. ستنقر على تسجيل الخروج. طبعا هنا يقول لك بالنسبة للبيانات التي سيتم حذفها إذا كنت تريد الحفاظ عليها، تنقر على تسجيل الخروج. تسجيل الخروج، فيتم الآن إزالة البيانات، فسيأخذ الأمر بعض الوقت. وستلاحظ الآن أنه تم حذف حساب أي كلاود من جهاز الأيباد. طبعا هنا ستلاحظون أنه لدينا هنا يعني لإضافة حساب جديد. أحيانا قد يطلب منك كلمة المرور، ويجب عليك أن تدخل كلمة المرور حتى تتمكن من حذف حساب اي كلاود من جهاز ايباد. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وأراكم في فيديو آخر.